لنتأمل هذا الإعصار الكوني الذي حدث على مسافة 450 مليون سنة ضوئية. حسب وكالة ناسا، ولولا وجود الدخان لم يكن لهذا الأعاصير أن تحدث. لنتأمل أيضا النص الإلهي الرائع ونتصور كم من الآيات يحوي. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وحفظنا ذلك تعزيز العليم. سورة فصلت آية 11 و12. قد يقول قائل: هذا الدخان الكوني يبعد عنا ملايين السنوات، يستغرق الضوء هذا النجوم الذي انعكس على هذا الدخان ليصل إلى الأرض عدة ملايين من السنوات، بل أحيانا مئات الملايين حسب بعد النجوم والمجرات. والسؤال الذي قد يثيرها البعض: كيف تقحمون هذه النظريات العلمية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وقول أن القرآن الكريم هو كتاب الحقائق المطلقة، فكل كلمة في هذا الكتاب هي الحق من عند الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نجد تعارضا بين العلم والقرآن، أي إذا خرج أحد العلماء بنظرية قال فيها أن الكون سيتمدد إلى ما لا نهاية، هذه النظرية موجودة اليوم ويطرحها بعض العلماء، وكالة ناسا يقولون أن الكون سيتمدد إلى ما لا نهاية ولن يكون له نهاية أبدا. هذا الكلام يناقض القرآن. هناك نظرية ثانية تقول، يقولون فيها بعض العلماء أن الكون سيعود وينطوي وينقلق على نفسه كما بدأ. هذا الكلام نحن نتبناه ونعتقد به فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل حدثنا عنه في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا أن كنا فاعلين. سورة الأنبياء آية 4. وهذه الآية من الآيات المبهرة التي تحدثنا فيها في هذا المجال. عندما نرى هذه الآيات المبهرة، ينبقي علينا أن نحمد الله ونقول الحمد لله. والله أعلم.